انا عايز ادي نصيحه لامال لان انا بحبه جدا، هو حارس موهوب صحيح. موهوب. هو حصل له دروب الفتره الاخيره صحيح. مع المنتخب التونسي تحديدا، وايمن دحمان شارك في الشوط الثاني من مباراه جزر القمر، ودي كانت بالنسبه لي مفاجاه انه قيس اليعقوبي غيره، كنت مخضوض جدا يعني. قسوه شويه كابتن، هو ما كانش في حالته خالص. قسوه ولا حمايه كابتن؟ مش عارف يعني، بس من وجهه نظرك هل دي تشوفها حمايه؟ انا عندي تصور تاني خالص. أوكي. انه ممكن امان الله ما مش اللي قال له انا عايز اغير. أوه. انا عندي التصور ده ممكن. عندي التصور ده حصلت لي مره، كنا بنلعب المقاولين في استاد القاهره. أوكي. وما كنتش موفق نهائي الشوط الاولاني، وكان مدربنا الكابتن سايس، بس كان ساعتها احتياطي. بس كنت بتلعب يا كابتن يعني، كان ليك اسم. ده اللي اقصده، لكن هو في البدايه اسم خلاص. لا انا بتكلم على صعيد منتخب تونس، هو بيلعب اساسي بقاله فتره. لا انا بتكلم ده كان ماتش في الدوري، وانا كنت بلعب طبعا، كان معايا كابتن ثابت والكابتن اكرامي. الماتش ده كان كابتن اكرامي احتياطي، وانا ما كنتش كويس يعني، انا ما كنتش كويس الشوط الاولاني. انا فاكر كان مع المقاولين العرب، ودخلت ما بين الشوطين وجات لي معده عصبيه، وقعدت ارجع وكنت مشدود جدا. طلعت الكابتن ياسر، الكابتن مش قادر اكمل. ما كنتش قادر خلاص، ما مش عصبيا يعني. انا فالراجل يعني قال لي اقعد، ونزل مكاني طبعا الكابتن اكرامي باسمه وتاريخه يعني. فمن الممكن يكون ده حصل. ممكن كابتن شوبير، ممكن اسالك سؤال معلش؟ طبعا اسال براحتك خالص. هل كنت متوقع انه ممكن ما شاء الله يعني مصطفى شوبير يطلع بالجوده دي؟ انا كنت متوقع انه يبقى كويس، بس مش بالجوده. لا بس انا عارف انه حارس جيد، عشان انا عارف هو شغال على نفسه ازاي يعني، ومتوقع انه يبقى كويس. بس الحقيقه يعني ما كنتش متوقع انه ربنا سبحانه وتعالى ما شاء الله. هو طبعا الاول والاخر توفيق الله سبحانه وتعالى. انت بتاخد بكل الاسباب وبتعمل بكل الاسباب، وزي ما انا قلت وبرجع اقول تاني، وانا مش هتكلم عن مصطفى هنا، بس انا ردا على سؤالك واحتراما لسؤالك يعني، هو عايش حياته بشكل بروفيشنال يعني. بس الحقيقه التوفيق يعني كبير من عند الله سبحانه وتعالى. وانا استاذنكم نقفل مصطفى لان احنا طولنا فيه شويه يعني.